السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا الفيديو الثاني أو المحاضرة الثانية ضمن سلسلة برنامج الهيك ريزرفوار سيموليشن. بعد ما نصمنا البرنامج تعلمناه بالمحاضرة الأولى وشون ننصبه التنصيب الكامل للبرنامج وسوينا الانستال، راح نجي على الخطوة الثانية اللي هي كيفية إنشاء ووتر شيد جديد راح نشتغل به تماما. أول شيء قبل ما ننشأ الووتر شيد تروح أنت على فولدر خاص بيك. أي فولدر؟ لاحظ هسه انا سويت بدي فولدر، سميته هذا الفولدر ضمن في مكان معين، هذا سميته هنا أنا مثلا في هذا المكان يمكن على الارجح، اي نعم سميته هيك ريزرفوار سيموليشن موديل، فولدر عادي فارغ طبيعي جدا، حتى كل الملفات مال العمل تنخزن بداخله. هاي اول فقره تسوي فولدر خاص بي. نروح هسه نفتح ووتر شيد، نروح على فايل نيو ووتر شيد، او وين احنا ما عندنا وحدة قديمة حتى يعني متواجدة حتى نقدر نفتحها، ان شاء الله على المحاضرات الجاية نفتحها نفسها اللي احنا اللي حنسويها حاليا ونشتغل عليها، وبعدين شنو نسوي نقدر انه تلقائيا نسويها اوبن، لكن حاليا احنا ما عندنا. فاول خطوة نروح نسوي نيو ووتر شيد. بعد ما نضغط على نيو ووتر شيد طبعا شو يطلب من عندك؟ يطلب من عندك اللوكيشن. اللوكيشن فشنو تسوي انت قبل ما تبدي بخطوة النيو ووتر شيد؟ تروح على خيار اسمه تول، تول بعد خيار، اذا انت تلقائيا هسه من تروح فايل تسوي نيو ووتر شيد تضغط عادي تكتب النيم الديسكريبشن، تضغط على اللوكيشن ما يظهر لك. فشنو معناها؟ اكو خطوة تسبق هذه الخطوة. هاي الخطوة شنو هي؟ تروح على تول، تول بها عدة اوبشنات، تروح على هذا الخيار هو اسمه اصلا اوبشنز، تدخل على خيار اوبشن. بعد ما تدخل على خيار اوبشن يطلع لك هذه الـ يعني الاوبشنات اللي بداخله، موديل ديستركتيشن انه امتداد النموذج، وحساب والديسبلاي وغيرها والليفلز والجنرال والفونت، هذه الامور الى اخره. هسه اول خطوه تروح تضع لوكيشن، اد لوكيشن، تمام. النيم يعني كأن نسميه حديثه ريزرفوار، حديثه ريزرفوار، R E S E R V O I R ريزرفوار. اللوكيشن راح اضغط منه بروس، اضغط على اللوكيشن وين اريد اضعه. هنا بالاعلى منطق الاقراص الموجوده على حاسبتك، انا بدي راح اخزن الملف هذا هنا أنا يعني موجود ضمن العفو الخامس هنا هيك ريزرفوار سيموليشن، هذا راح اخزنه ضمن هذا الملف، تمام. هسه وين موجود؟ ضمن هذا الملف. اوكي اقول له، بعدين اقول له اوكي خلصت هاي اول خطوة. اجي الخطوة الثانية اقول له نيو ووتر شيد. شوف لاحظ اخذ الموقع تلقائيا، بينما قبل شوية اذا انتبهتوا اصلا ما عنده موقع، فاسميه شنو مثل ريزرفوار، R E S E R V O I R description، يعني انا يعني اي وصف انت تنطيه، انا راح انطيه مثلا measurement hydro power M E A S U M E N T measurement hydro power. نجي يريد من عندك اختيار الوحدات، اذا انت كانت المعلومات المتوفرة حول السد او الخزان اللي عندك بوحدات الفوت الوحدات البريطانية فتختار انجليش، لكن اذا كانت متوفرة بالوحدات المترية فتختار الاس اي يونت. انا هسه متوفرة عندي بالوحدات المترية. نجي على التايم زون اللي هو خاص بمنطقة دراستك، ضروري تحدده. نروح على الانترناشنال، تختار انت من يا بلد، تمام. فهذا الشيء اذا ما تعرفه انت تكتب، بتروح على الجوجل بصورة عامة تعرف انت الوقتك الزمني او التايم زون الخاص بك ضمن جرينتش الجي ام تي شنو هو. هسه العراق عندنا جي ام تي +3، فهسه اروح هنا اول ما يبلش هو الماينس، فعلى البلس +1 +2 +3، فهنا +3
السعودية، الكويت، البحرين، هاي آسيا، بغداد. هسه أقول له أبلاي، بعد ما قلت له أبلاي راح أقول له أوكي، حددناها. أقول لهم أقول له أوكي، راح يعطيك سمري، ووتر شيت سمري، ينطيك الاسم، ريزرفوار، الديسكريبشن شنو سميته أنت، ميجرمنت، هايدرو باور، اليونت اللي أنت اختاريته، وكذلك التايم زون. يقول لك هنا نوت، أكو بعض المعلومات تقدر تغيرها، تمام، لكن ما تقدر تغير الووتر شيد اللي انت انشأتها، خاصة يعني السيستم مالتها، خاصة الـ يعني هاي الامور، لا النيم ولا الديسكريبشن ولا التايم زون. تقدر فقط تغير اليونت، عدا الكوركت، تصحح اليونت سيستم، تمام، لكن غير هذه الامور ما تقدر تصحح. فترجع اذا تريد تسوي ووتر شيد جديدة، تروح تعيد تسوي نيو ووتر شيد. هسه اقول له اوكي، نعم، يعني اوكي اللي يعطيك هاي الامور والشروط الاساسيه. لاحظ من قلت له اوكي، تفعلت هذه الفولدرات او الايكونز اللي هي خاصه ضمن اول اوبشن ضمن الووتر شيد سيت اب. اذا اول شيء شنو سوينا؟ فتحنا نيو ووتر شيد بعد ما فعلنا اللوكيشن عن طريق الايكونز اللي هو ضمن التول اسمه اوبشن. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت. اذا احد عنده سؤال او استفسار ضمن هذه المحاضرة يقدر يترك لنا تعليق أو يراسلنا على القناة. وإذا تنتبهون من فتحة الأوبشن، لاحظ هنا نعطيك تقسيمات الجريد، تقدر تلغيها عن طريق فيو، تقدر تلغي الجريد الخاص بي، تقدر الجريد لاين تلغي عنها هذا الإشارة، فراح تلغي الجريد. نلتقيكم إن شاء الله على المحاضرة القادمة اللي هي ضمن سلسلة هذا البرنامج. لذلك الحين نلتقيكم بأمان الله وحفظه.